بالنسبة للانتداب، انتداب عناصر شبابية عادة ما تكون من الطلبة والطبقة المثقفة بعيدة عن الشبهة غير معلومة لدى الوحدات الأمنية. بالتوازي لذلك يجري الانتداب للعنصر النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها يوم 9/8/2013 والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996، حيث أقرت في أبحاثها أنها تتعمد استقطاب الفتيات لمرافقتها إلى جبل الشعامبي لمناصرة عناصر التنظيم في إطار ما يعرف بجهاد النكاح. سعت تلك العناصر إلى تعدد الضربات وتنوعها، استهداف مؤسسات حيوية، قطع الكهرباء، وسائل الاتصال الهاتفي على المواطن في أماكن مختلفة، والحرص على أن يكون التنفيذ في حيز زمني قصير في انتظار ساعة الصفر.